السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى بعد المئة الثانية من سورة الأعراف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقرأت هذه الآية: إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يقول ابن كثير وغيره من المفسرين إن الطائف الشيطاني هنا هو الهم بالذنب. أيها العبد، قد تهم بذنب وتفعله ثم تحس بوخز الضمير وتأنيب النفس وتريد أن ترجع، فتسأل عن الطريقة فيقال لك بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فيا ترى هذه التوبة إذا كانت صادقة وحققت الشروط المطلوبة منها ثم أقلعت عن الذنب وبدلت السيئة الحسنة، فإن الله سبحانه وتعالى قمن أن يتوب عليك. قال سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الذي يتوب بعد ظلمه ويصلح، أي يحرص على العمل الصالح، فإن الله يقول: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. إذن الله يتوب عليك، لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا: ماذا لو أذنب الإنسان ثم عاد إلى معصيته؟ أذنب ثم تاب ثم عاد إلى معصيته، ثم أذنب ثم تاب ثم عاد إلى معصيته. يسأل السائل فيقول: هل يتوب الله علي وهو يعلم سبحانه وتعالى أنني سأرجع إلى الذنب؟ فنقول له: عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى واسع المغفرة، غافر الذنب، قابل التوب سبحانه وتعالى. جاء في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث بما معناه: إذا أذنب العبد قال: ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول الله عز وجل: إن لي عبدا أذنب ذنبا أو أصاب ذنبا فتاب إلي قد غفرت له. ثم مكث مدة بعد ذلك فأذنب ذنبا ثم قال: ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول الله عز وجل: إن لي عبدا يعلم أن له ربا يغفر الذنب فقد غفرت له. وهكذا حتى يقول الله سبحانه وتعالى: افعل ما شئت فقد غفرت ذنبك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عليك أن تتوب. وهذا الحديث كما يقول الإمام النووي وغيره من الشراح يقول: ليس في ذلك تصريح للعبد بأنه كلما أذنب عليه وتاب عليه أن يعود إلى الذنب مرة أخرى، ولكن هذه دعوة صريحة إلى العودة إلى التوبة كلما هم بالذنب أو فعله. فلتتب إلى الله سبحانه وتعالى، أفنيت عمرك والذنوب تزيد والكاتب المحصي عليك شهيد. كم قلت لست بعائد في سوءة وندمت فيها
ثم صرت تعود. إذن تب إلى الله عز وجل من هذا الطائف الشيطاني.